السلام عليكم أعزائي الطلاب، محاضرتنا لهذا اليوم عن البيكين كوروجين. هو شكل من أشكال التآكل الموضعي لسطح المعدن، حيث تتآكل مناطق صغيرة مما يؤدي إلى تكوين تجاويف أو حفر. يبقى الجزء الأكبر من السطح غير متعرض للتآكل. المعادن بشكل عام التي تشكل طبقة حماية مثل الألمنيوم والستيل هي أكثر عرضة لهذا النوع من أنواع التآكل. إنه يسبب إكثاف لسطح المعدن عن طريق اختراق مع فقدان نسبة مئوية صغيرة فقط من وزن الهيكل بأكمله. بشكل عام تعتبر البيئة البحرية أكثر الموصلات لتكوين البيكين كوروجين. تميل الأيونات مثل الكلور والبروم واليود في تراكيب ملحوظة إلى أحداث حفر في الستيل، وكذلك أيونات التايوسلفيت تؤدي إلى البيكين كوروجين في الستيل. ويحدث البيكين كوروجين في الألمنيوم أيضا في نفس البيئات الستيل. قد يؤدي وجود جسيمات الغبار أو الأوساخ في الماء إلى حدوث البيكين كوروجين في الأنابيب النحاسية التي تنقل مياه البحر. فيما يلي أهم الشروط البيكين كوروجين لكي يحدث. الشرط الأكثر أهمية هو أن المعدن يجب أن يكون في حالة الحماية حيث يحدث البيكين كوروجين. المعادن التي لديها طبقة حماية تكون لديها مقاومة عالية إلى اليونيفورم كوروجين. عملية البيكين كوروجين تدمر طبقة الحماية في مواقع معينة مما يؤدي إلى فقدان الحماية وبدء الحفر على سطح المعدن. أولا تكسر في طبقات الحماية أو عيوب أخرى. ثانيا وجود إيونات الهالوجين مثل الكلور والبروم واليود وحتى الثايوسلفيت. الظروف الراكدة تؤدي أيضا إلى البيكين كوروجين. آلية حدوث هذا النوع من التآكل. حتى يحدث البيكين كوروجين تكوين الأنود شرطا أساسيا، ثم يتم تطوير خلية التآكل. يمكن أن يتكون الأنود نتيجة الظروف الآتية: أولا عدم تجانس في الواجهة المعدنية المسببة للتآكل نتيجة وجود الشوائب. يمكن أن يتسبب الاختلاف في البيئات في تكوين خلايا تركيز على السطح المعدني. ثانيا تدمير طبقة الحماية ينتج عنه تشكيل أنود صغير ويعمل السطح المحيط ككاثود. ثالثا الترتبات أو المواد الصلبة على سطح المعدن، هذا يؤدي بشكل عام إلى تكوين مواقع أنود وكاثود. رابعا تكوين خلية بين جزء الباسف والأكتف ذات فرق جهد كبير بينهما. خامسا يؤدي تكوين أنود صغير على سطح الستيل وطبقة الحماية إلى تكوين خلية التآكل. كونديشن: أولا المعدن ذو طبقة الحماية المحيط بالأنود يشكل الكاثود وهو اختزال الأكسجين. ثانيا نواتج التآكل المتكونة على الأنود لا يمكن أن تنتشر إلى مناطق الكاثود، لذلك يخترق التآكل المعدن بدلا من الانتشار ويبدأ البيكين كوروجين. ثالثا هناك قيمة فولتية معينة للمعدن ذو طبقة الحماية والتي لا يمكن البيتينج عندها أن يبدأ أقل منها، وهذا ما يسمى بالبيتينج بوتنشال. آليات حدوث البيكين كوروجين: أولا تكوين مناطق الأنود عن طريق تحطيم طبقة الحماية الواقية لسطح المعدن كما في التفاعل التالي. أما بالنسبة لتفاعل الكاثود والأكسجين على سطح المجاور. ثانيا بسبب استمرار انحدار المعادن يتم تراكم فائض من الأيونات الموجبة للمعدن في منطقة الأنود. هذه العملية هي تحفيز ونشر ذاتي. ثالثا وجود أيونات الهيدروجين والكلوريد يمنع تكوين طبقة الحماية من جديد. هذه العملية تولد حامض وقيمة البي اتش له في داخل الحفرة تتراوح بين 1 إلى 1.5. رابعا تؤدي الزيادة في معدل ذوبان المعدن إلى زيادة معدل انتقال أيونات الكلوريد ويستمر التفاعل، مما يؤدي إلى تكوين المزيد من كلوريد المعدن وتوليد المزيد من الحامض عن طريق التحلل المائي. خامسا تستمر العملية حتى يتم ثقب المعدن. هذه العملية تحفيزية ذاتية وتزداد مع مرور الوقت، مما يؤدي إلى المزيد من ذوبان المعدن. سادسا وأخيرا يتم ثقب المعدن وتنتهي التفاعل. كما موضح أعلاه تتضمن 3 عمليات أساسية، وهي أولا بداية البيتينج، ثانيا انتشار البيتينج، وثالثا نهاية البيتينج.
بريفنشن أي الوقاية من البيتين كوروجين. تنطبق الطرق المقترحة لتقليد الكريبايز كوروجين بشكل عام على البيتين كوروجين أيضا، أو باستخدام المثبطات مثل الكرومات والفوسفات والسيليكات. خامسا، يؤدي تكوين إناث صغير على سطح الستيلز وطبقة الحماية إلى تكوين خلية التآكل. كونديشن: أولا، المعدن ذو طبقة الحماية المحيط بالأنود يشكل الكاثود وهو اختزال الأكسجين. ثانيا، نواتج التآكل المتكونة على الأنود لا يمكن أن تنتشر إلى مناطق الكاثود، لذلك يخترق التآكل المعدن بدلا من الانتشار ويبدأ البيتين كوروجن. ثالثا، هناك قيمة فولتية معينة. تطورت بعض السبائك بشكل خاص لمقاومة البيتين كوروجن. هذا جدول هو مثال على تأثير إضافة المعادن إلى مقاومة التآكل للسبائك للستينلس ستيل. بإضافة الكروم يزداد تأثير على مقاومة البيتين كوروجن، النيكل، مولبوديوم، سيليكون وهكذا.